وأكثر واحد ممكن يعني يلاحظها أو يحس فيها. طيب بدخل كذلك في القطاع الخاص وقبل ما اجي العوامل. في صراع بين المواطن والمقيم في الوظائف في القطاع الخاص بشكل كبير جدا. قد يكون في لحظات ان المقيم هو المدير نعم ويضغط تماما نعم وتزعجه كثير من مثلا مسائل السعودة وغيرها. نعم أثر هذه شفتها أنت في نفسك؟ هذه لاحظتها كثير في العيادة عندي، خاصة بعض الشركات الأجنبية، ويكون مدراءها من جنسيات أخرى أو يكون على ذوي تعليم آخر، فدائما يكون عندهم جنسيات عربية ولا غير عربية؟ عربية وغير عربية، ما نقول بالجنسية، فدائما يكون عندهم التارجت، فهم عادة ما وصلوا مدراء إلا أصحاب الشركات هذه، مطلوب منهم تارجت معين، يعني فخاصة مضغوط من فوق، مضغوط من فوق عند التارجت هذا لازم ننزلها على اللي تحت، ينزل اللي مقصد تحت الأهداف طبعا. تارجت هذا، ما همني بنفسيتك، ما همني بشخصيتك، ما علي فيك، ما همني من أنت، طلع لي التارجت هذا. فعشان كذا يجيد كثير من أبناء الوطن والبنات والشباب يجدون صعوبة أحيانا من التعامل مع المدراء هذولا، ويلعب فيها دا، ممكن نقول انها بسبب انه تحيز او نظام سعودي، بس لا، هو صراحة المدراء عندهم ضغط عالي من فوق، بس المدراء يكون عندهم ضعف. ما هو يبغى يكون يحط واحد من بلده عنده بسبب هذا؟ ممكن تلعب دور هذه، بس يطفشوا من العمل وكذا. بس برضو الى الان ما في، في انا دائما اقول انا ما ابغى اميل لاي شخص فيهم، بس في النهايه دائما يكون عندنا، لا تصير يا دكتور ابراهيم اخلاق يعني بزياده لا، هم صراحه في لما يكون في اختلاف في المجتمع او اختلاف في الكلتشر احنا نسميه، يصير عندنا مشكله في الكوميونيكيشن اللي هو التواصل. فانا متاكد دائما الزملاء اللي يجوني او الحالات اللي يجوني سواء كانوا سعوديين ومدراهم اجانب، اغلبهم ما يكون واضح، هو اغلبهم يكون يتحلطم مع نفسه، واغلبهم ما يكون دوكيومنتد. اقول لهم دائما ليش ما تكونوا رسميا معهم، يعني ارسل ايميلات باول، مثلا واحد عندي من الحالات محترق له سنتين وما تكلم، بعدين يقول لي لا انا محترق، اقول له ليش ما تكلمت من البدايه؟ ليش؟ لانه الموظف او المدير اذا شافك ما شاء الله تنجز اكيد بيطلب منك مهام اخرى. فالاختلاف في الشخصيات او فهما الى الان السعوديين ما عندنا فهم في الوسائل القانونيه او في العمل البروفيشنال القانوني اللي يخلينا نتعامل مع المدراء هذول بشكل، بس بيقولوا لك القانون يقول لك ماده 77 واضحه جدا. اي لا بس احيانا في، وخلني اعطيك هنا يقول لك اما مهام ليست من عملك وراتب قليل او الفصل. انت تداوم يومين، هذا واحد يقوله، من منطقة لمنطقة وتمشي حوالي 600 كيلو وزود، على ذلك مالك ولا ريال زيادة على راتبك ولا حوافز ولا أوفر تايم ولا بدل انتداب. تعال شيك لي على الوضع النفسي اللي رايح فيه، فيها عاجبك ولا نفصلك. هذه نهاية الأمر، ايش رأيك؟ يبحث عن خيارات أخرى، ما في حل حقيقة يعني الطب النفسي هنا يعجز يعجز لأنه إذا في مدراء زي كذا وبالظروف هذه، ومستحيل تتغير الإدارة ومستحيل تتغير طبيعة المدير. فدائما أقول للناس من بدري البدري، يعني الواحد، ودائما أقول للناس حاول لا تتعلق بالوظيفة بزيادة. أدري أنه فرص الوظيفة صارت أصعب من أول، بس ما يمنع أنك تقدم. في ناس أنا أعرفهم لهم 10 سنوات في نفس الوظيفة، يقول يا دكتور قلت له بحث، هل بحث؟ لا ما بحث.